استفادوا من المداخله تاعه. يفضل سيدي ناصر. مشكور. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الكريم. سيدي الرئيس، سيدي معالي الدوله، سيدي الرئيس، الساده الزملاء، الساده المحاضرين، اهلا وسهلا بكم وشكرا على تلبيه الدعوه. تدخلي هذا سيشمل جزئين، جزء الاول كما جاء تفضل به السيد الرئيس حول مستجدات الماليه للمشاريع، ملخص يعني الوقايه سي باري سي تو كونتينيو، والجزء الثاني هو الاولى حول المنازعات الجبائيه وطرق الطعن فيها. على كل حال ندير لكم مقدمه باش يكون عندنا وقت لعينه، يعني وقت نقولوا تيتاناليز. جاء قانون المالية لسنة 2022 بعدة إجراءات ضريبية وتشريعية تهدف إلى تشجيع الاستثمار، هذا هو الهدف منها، ولا سيما رجال الأعمال الشباب المستجدين في مختلف برامج المساعدة على التوظيف، وكذا الشركات المبتدئة يعني هما باقي ستارت اب والشركات المصدرة والمولدة للعملة الصعبة لونتربريز اي سوسيتي اكسبورتاتيز اي كي جينير دي زونتربريز. بصفة عامة لم يدخل القانون المالية هذا تحديدا لسنة 2020 أي تغييرات كبيرة في بنية النظام الستركتور تاع الريجيم فيسكال والقواعد الإجرائية من حيث الرقابة والإجراءات الضريبية، إنما هي تدابير تحفيزية للاستثمار أو ذات طابع اجتماعي وكذا تدابير تقنية. نقولوا ذات طابع اجتماعي ربما نهضروا على تخفيض واحد الضريبة على القسم على الضريبة على الرسم على الضريبة على ضرب ماشي الضريبة على الرسم يعني لا تبيع من 19.9 أو يساعدوا المحاولين تاع بناية مساكن اجتماعية إلى آخره. الجزء الأول واللي هو ملخص قانون المالية لسنة 2022، أبرز ما جاء به قانون المالية لسنة 2022، وهنا غادي نفصل لكم يعني بكل ضريبه وكل رسم وحده باش نفهموا.